لا تخافوا، لقد وصل كابتن جوي العظيم. جوي، كيانا وجويس أصحاب ثلاثة. مبروك مبروك مبروك. بيواجهوا مشاكل يومية ومواقف صعبة بحاجة للحلول واتخاذ القرارات. أنا ما بعتقد إنه يعني قرارك هيدا مناسب. اللي عملتيه ما كان كتير صح. وطبعاً الحلول تجي من الكتاب المقدس. كل واحد مميز بشي، فكرمال هيك ما لازم نتكبر أبداً. تكبر شيء أبداً مش حلو. الرب كلنا باركنا بمواهب حلوة. الله أعطانا مواهب كثيرة. تمثيليات قصيرة وترانيم ضمن برنامج قصة وحزورة. بسطنا كتير مع بعض، تعلمنا كتير أشياء اليوم. غفروني يا يسوع. بتشاهدوه على سات سيفن كيدز. ضحيت بحالك حتى تخلصني، كرمالي ضحيت بحالك حتى تخلصني. تشاهدونه عبر تطبيق سات 7 بلس.